أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. الساعة صارت كل هاد نمت أنا؟ شلون ما حسيت؟ وين عم عبادة؟ رقم بطيخ وين راحت هاي؟ اوف شو لطيف. صباح الخير بطيخ، قصدي ام عبادة. ليام على اساس ما سمعتك على مو انضب حجين ضب انضب احسن لك. بعدين صارت الساعة ليش هلا ما رحت على شغلك؟ اليوم اخذت اجازة من الشغل، قلت ابرك معكم اشتقت لكم. اجازة؟ واشتقت لنا؟ ايه ونحن كمان كثير 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 اشتقنا لك. الله يمضي هالنهار على خير. اوف بعدين انا ليش ماني شايف غيرك بالبيت؟ وين اولاد وين راحوا؟ مجودة راح من الصبح لعند بيت جدو، وخدوجي هي اكيد بالمطبخ عم تجري، وعبادة اكيد سعناية ما فاق. ايوه هلا بتبلش مشاكل كل اجازة، ما بيحسن بلاها. وانتو يا حلوين ضهلها اذا عم تشوف الفيديو ما لو بشترك بالقناة ايش عم تستناه؟ تحت في رايك اضغط لايك واشترك بالقناة. صدقوني لو كل شخص هلا عم تشوف الفيديو حط لايك وحط اشتراك بالقناة بنوصل 200,000 اسرع وقت. يلا بسرعة. انا ايش عم بحكي معكم حكي؟ مين بيشترك بالقناة لسا؟ اشتركوا بالقناة ولا انت وياه. يلا شو عبادة 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 ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في ايش في في مرطبان عسل وعلبة قشطة جبت لك اياهم حطيتهم بالصالون بدي اخذ رايك طع دوقهم بس ايش طعمه؟ شي بشهي عم تمزح معي انت ولك؟ ايش عم تعمل؟ ايوه بدنا نبلش نمزح الله يعني عم تنكت انت الله يعني سؤال بس سؤال بالله دخلت شكلي نايم ايش معنى انا زي بكون عم بعمل غير اني نايم؟ يلا قوم حاج دعي فاضي صار الظهر ايه وقت نايم يعني؟ يلا بدنا نفطر سوا يلا يعني انت هلا دخلت ونزعت لي نومتي عم تعيط مشان بس الفطور؟ يعني انت خايف على صحتي؟ يا اخي انا مالي خايف على صحتي وما بدي افطر وما بفطر بالاصل، اذا سمحت سكر لي باب بابا انت روح على شغلك وخليني عارف انام شوي بس. اوه ليش انا ما قلت لك؟ اليوم اخذت اجازه، لمت العيلة ليش قلت لها؟ قلت اجي واقضي النهار معكم، بدنا نفطر سوا، خلال 5 دقائق بدي الاقيك بالحمام، ما طلعت على الحمام نهارك رح يصير جحيم، بسرعه. شو هاد؟ اجازه؟ ايوه شكله اليوم راح يكون نهار حلو مبين من اوله، معناها احسن شيء انا اقوم الم اغراضي واروح اتم نهار كلياته عند رفقاتي. نعم ايش قلت؟ لا ايش بتبتبت انت بينك وبين حالك ايش بتبتبت؟ شي نهار بس هيك مش دقيقة اسمع ايش عم بتقول؟ لا ما قلت شي انا كنت عم بقول اول ما اظبط هالتخت مش اقطع ابرك معك بابا؟ يا شيخ يلا تحلح يلا بسرعة، بتعرف إذا بروح وبرجع بقلك لسا عم تشطح بدي أعمل فيك؟ يا سيدي أنا مشتهي أرجع أشوفك متشطح لحتى أفرجيك إيش رح يصير فيك، أنا مشتهي اليوم أتفشش حدا، يلا. أيوه إيش في؟ إيش بك؟ ما في شي، قلنا هيك بس نهزك شوي، يلا قوم، يلا. شوفي هالهضامة أنت، شوفي هالهضامة مهضوم سبحان خلقك، هالنهار مبين من أوله ومن أوله مبين، إيش بدي أعمل هلا أنا؟ إيش أعمل؟ أنا مش بتاعتي الكلام ده، أنا بنتي طول عمري جامدة، أنا مش بتاعتي الكلام ده، أنا بنتي طول عمري جامدة، والمرة دي ايه جرالي أنا اللي مسد باله، وأنت ازاي ملكت حالي خليتني مش ببالي، وأنت ازاي ملكت حالي أنا مش بتاعتي الكلام ده، أنا بنتي طول عمري جامدة، أنا بنتي طول عمري جامدة. انا بنتي طول عمري جنب بابا اين بابا؟ ليش انت خليتي فيي بابا؟ يخرب بيتك شغاله من الصبح على راس الفقش ايش عم تعملي؟ لا بابا ما عم بعمل شي بس شو انت لساتك لهلا هون يعني ما رحت على الشغل رحت وصرفت يعني؟ لا والله اخذت اجازه اليوم بس شوفي عندك لا تكمل انا بقول لك نهار اجازتك اول شي الفطور صح؟ مبين نهار اسود من اوله ايه بتبتي جواتك هذا سيرك الطويل شي نهار انا بدي اقصر لك اياه يلا بسرعه بعد ما تخلصي الفطور كاسه شاي تكون اكرك على جنب يلا ايه لا تقبرني كاسه الشاي انت بتدخل تعملها مثل الشاطفين الحلوين لانه انا ما راح اعمل لك اياها بدي اعمل لك الفطور واخلص بعدين ما راح تشوفوني بالبيت طاول انا بدي اعمل شاي ارجعي عيدي بدي اشوف ارجعي ايش كنت عم تقولي
مين بده يعمل الشاي؟ ما كنت عم بقول شيء لك، شو عم بقول بيني وبين حالي؟ عم بقول رح اعمل لك كاسة الشاي، روح احلي لك اياها زياده مثل ما بتحبها صح؟ ايه ها شفت شلون قلبت لسانك بسرعه؟ يلا خمس دقائق بدي اكون كرسي جاهز بسرعه. روح الله يخرب بيت هالنهار مبين من اوله، نزعت نهاري كلياته، ايش بدي اعمل هلا انا؟ ايه احسن شيء رح اعمل له فطور واعمل له شاي بعدين ادخل على تختي انام طول النهار، ما رح افرجيه شيء طويل، احسن شيء. هو لوين ايش عم تعمل انت هونك؟ نعم ليش رح اكون عم بعمل مثلا؟ ايه طالما انت للحمام ليش ما رح اقفل الباب عليك يا غبي؟ يلا بسرعه حاج حاجتك يلا قوم بسرعه، بدي ادخل انا كمان بدي اختم هون يعني، بعدين بسرعه بدي ابعتك تجيب طلبات كمان. يلا قلت اين طلبات وين حاجتك؟ انا مستاجر منك الحمام. اجا بابا اذا سمحت ممكن تسكر على موضوع تطلع برا وتسكر الباب احسن ما انك واقف هيك عم نفتح حديث مع بعضنا وعم نحكي مع بعضنا بدنا نتم هيك يعني، والباب مفتوح والريب جاي عم شوفنا عجبك هيك الوضع؟ شو بقول لك؟ ليقوم خجلان. يلا بسرعه لا تسوي بدك تكون برا ها، لا ادخل انا بسرعه. ولك ايش عامل بحالي؟ ايش عامل بحالي؟ ايش شو خلصت؟ ولك ايش شو خلصت؟ ليش انا لحقت اعمل شيء؟ اي لا بقى انت بدك تنام هون يعني بدك تنام هون استاجرته، طالع شوف ولك عملت بتحتي، طالع شوف. قوم هنوج قوم هنوج خلصك خلصت. ايه يا اخوي سمعانك صوتك، يلا صوتك صار كويس هيك، ايش كنت عم تقول؟ ولو ولا معقول تروح تجيب عمال لك معقول تروح تجيب عمال وتجي وابن اخوه عباده هون موجود؟ ايوه بس قال اسمي معناها اكيد في شيء مصيبه يتحشى براسي، خليني اهرب قبل ما يحس علي. ماشي برجع بحكي معك يلا ماشي يا اخوي سلام. ولك تعرف هو وين رايح انت؟ لطني ما في شيء بابا، بس كنت رايح اجيب تليفوني من جوا. لا يا شيخ تليفونك من جوا اللي هو بايدك هلا. ولو بدنا نبلش تكذب على بعض، جاي تلعب علي انت؟ عم تعرج بحاره المكرسحين اتاتا، حط لي التليفون من ايدك اشوف. عمك حكى معي هلا جاي كم كيس شمنتو كم ارميده بده يطلعون على السطوح، وبتعرف عمك رجال كبير وما خرج، احسن ما يروح يجيب عمال ويعطيهم مصاري. روح انت الله يرضى عليك، حط ايدك بايده هيك وطلعونا فوق على السطوح. يلا ايه ايش فيه؟ جيبوا عمال واعطوهم مصاري خلينا يطلعوا ولا فوق يعني. طيب سؤال معلش، انا هلا اذا رحت طلعت الشوالات لفوق بدكم تعطوني مصاري الي اللي كنتوا بدكم تعطوهم للعمال؟ ايه من عيوني. شوف انت هلا من حقك تعترض وانا من حقي كمان ارفض اعتراضك، رحت هلا انت بكرامتك كاين بها، ما رحت انت انا جاي هلا بشواربي لعندك اعطيك المصاري اللي بدك اياه هون، شو قد بدك؟ باش قلت بدك تروح ولا لا؟ ولو هذا عمي معقول انا اتركه بهيك؟ مستحيل لعنده مباشره. ديناي ايوه جيل اخر زمن. اوف واخيرا خلصت. هذا البيت بده 10 يطبقوه. خلصت تطبيق حلال عليكي، طالع على ام بريس قصدي طالع على امك. قومي يا امي الله يرضى عليكي، اعملي لي كاسه نسكافيه تحت ايديك. يلا بابا لك انت ايش مفكرني؟ مفكرني جاي من مدينه الالعاب الملاهي مبسوطه وكيفه ومشقله وما حدا قدي عم بلعب مبسوطه؟ انا كنت عم طبق البيت تعبانه مرهقه مالي قدره يعني، انت بس ما تشوفني تعبانه طول النهار عم بشتغل البيت ما تشوفني الدرع لك طول، ما بدي اعمل لك شيء ولا رح اعمل شيء، بدك تقوم تعمل شيء قوم اعمل لحالك، انا ما خرج اعمل لحدا. هذا الكلام إلي ولك بنت الصرامي؟ أنا أصلاً شاطئ إذا ما علم على جسدك ما بيمشي الحال، لا شو بدك تروح لا تعي لهون. أوف أنا هون بابا لا تدور علي، كنت عم بقول لك حطك مي سخنة على النار نسكافيه وإلى دقيقتين تاتو بتجي جاهزة عندك، يلا ثواني بس. إيهي علينا رجعت وقفت الشاشة صار 100 مرة قلت لك دق للشركة خلي يجوا يشوفوها ما بعد دق، بتكون هي فيش تعب تفلت، هلا بس يجي عبادة. كم كيس شمنتو قلت لي بس؟ شكيتك لواحد أحد. الله أكبر
لو طيرت شو شغلي عليها القيمة يخرب بيته. تعال شوف ولا تعال يلا تعال واقف قدامي بدنا نصلح الشاشة يلا. ماشي جايك جايك لشوفني بيت النهار معكم. شوف ولاك ما بدي غباء بدنا نصلح الشاشة بس اقول لك شك الفيشة بتشك ما قلت لك شك لا تشك بدي افلت الشرايط كلياتهم من ورا بتكهرب فهمان؟ ماشي يلا خلص ما راح احط الفيشة لو واقفة تقولي انت بس خلصنا يلا لنشوف نهايتها معكم بالاخير ايش راح يصير معكم. صح عبيدة 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 حطوا الفيشة حط الفيشة حطها 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 ايه عبيدة حطها 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 كمية الله تحطها. وهي كل ما سلك بالصحيح الله عتعزبني. اخ يا ولاد الصرامي عتضحكوا معناتها مقصودة بدي ألعن ابو فطاسكم كلياتكم بقعد تعالوا هون يا ولاد الكليب. انا ما عملت شيء انا ما عملت شيء حلم حلم يا الله حلم الف حمد وشكرك يا رب الف حمد وشكرك يا رب كنت طربشت ولا عبادة 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 ايش عبتاني عندك ولا انت قولي لحظة انا سمعت هاي الجملة وين سمعتها بس وين سمعتها وين 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 عبادة 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 ايش في ايش في ايش في يا بابا ايه يلا قوم حاج دعي فاضي صار الظهر ايه وقت نايم يعني يلا بدنا نفطر سوا يلا يعني انت انا دخلت ونزعت لي نومتي عم تعيط مشان بس الفطور يعني انت خايف على صحتي يا اخي انا مالي خايف على صحتي وما بدي افطر وما بفطر بالاصل ايش انا ما قلت لك اليوم اخذت اجازة لمت العيلة ايش تقتلها خلال 5 دقايق بدي الاقيك بالحمام ما طلعت على الحمام نهارك رح يصير جحيم بسرعة لك ايه صح انا شفته بالحلم انا شفته بالحلم معقول بابا لا تقول لي اليوم انت اخذت اجازه اخ يا ملعون شلون عرفت ولك انا على طول بقول انا عندي ولد ذكي رح يطالع كل فرق العيله بده ينحرف عن العيله ويبين بني ادم فهمان يلا بسرعه بدنا نفطر سوا يلا لا انا ما راح ارجع اعيش عذاب مرتين ما بدي اعيش عذاب مرتين مره بالحلم ومره بالحقيقه بس أنا ما راح اسمح لك طاول وانتم لهون وبس حاج ما بدي وصلنا لفقرة مقفل جاهزين باش بقراءة التعليقات اشتركوا ولاتسكو طبعا بالفيديو الماضي سألكم كلياتكم بفقرة مقفل السؤال كان شو أكتر صفة بتحبها بحالك كلياتكم شربتوا حبايب وراح بلش بقراءة التعليق الأول التعليق الأول مع درنيم عم بتقول فيه أنا كتير بحبك عبادة عبال مليون يا رب شكرا مقفل أكتر شي بحبه بحالي إني واثقة من نفسي وقلبي كبير بتعليق تاني مع جلادة قلبية عم بتقول أحبك عبادة متابعتك من نص الدب مقفي اكثر صفه بحبها بحالي اني ضحوكي وما بحزن كثير بتمنى تعليقي بس ما عارف ما راح يطاق لا طلع زهرة الشام هلا بشك انه هي برج العقرب لانه كانت عم تقول مقفي اكثر شيء بحب بحالي اني واثقه من نفسي وبدافع عن حالي وتبا لمن اعترض ليش اترككم برج العقرب برج العقرب لاني برج جدا قوي وبلسع حواليه كثير واذا ما لقى حدا يلسعه بلسع حاله بس برج حلو يعني جوجا بتقول بتعليق مقفل اكثر صفه بحبها بحالي اني مرحه ومضحكه وبتحمل مزح بس شيء ما بحبه انه لما بعصب يعني ما بمسك اعصابي سوسو عم بتقول مقفل واثقه من حالي وبدافع عن حالي ان شاء الله تعليقي بحبها كثير تابعتك من المانيا هذا عن جنى عم بتقول اكثر شيء حلو فيني اذا عصبت بضحك ما بتمشي اسمه تعصيب طاوله موفق عبادة تعليقنا عند حالة عم بتقول بالتوفيق ان شاء الله على بال 200,000 مقفل اكثر شيء بحبه بحالي اني كيوت والمعجبه يموت هاي بالاخير من عندي رورو ادلبية عم بتقول وربي صرت ادمن على فيديوهاتك انت شخص بتجنن ورائع في التمثيل فيديوهاتك بتضحك كتير استمر يا مبدأ التمثيل عقبال المليون I love you so much
لين عم بتقول مقفل اكتر شي بحبه بحالي اني انا كتير كتير صبورة وما بحب الكآبة بحب الفرح. تعباتك من المانيا تحياتي لكم متابعيني بالمانيا. مهيب عم بيقول احلى يوتيوبرز مقفل اكتر صفة بحبه بحالي اني حساس بتمنى تتعليقي متابعك من سوريا ومقيم في المانيا بحبك I love you. يوم التعليقات كلها من المانيا. وهلأ منروح من المانيا عند حلب والتعليق عند وردة حبيبي عم بتقول بحب حالي انه بعملي ما فرجيت موعي لحدا مستحيل فرجي حدا اني ضعيفه بحبك كثير متابعتك من حلب. وبتعليق من عند غلع بتقول فيه ان شاء الله بتوصل ل 200 الف مشترك ثانك يو فيري ماتش. مقفي اكثر صفه بحبها بحالي واحد اني ضحوكه ومرحه، اثنين اني بتابع مستر كوميدي بتمنى تتعليقي اتابعك من الاردن احبك عباده اي لاف يو اي لاف يو سو ماتش. ضي القمر ويا عيني على ضي القمر عم بتقول على فكره انت دائما متميز ومتالق. مقفي اكثر صفه بحبها ايجابيه بحبها فيني التسامح والتفاؤل. ثانك يو فيري ماتش لك على التعليق اللي بجنن منك. التعليق من عند البيان عم بتقول فيني انا بحب بحالي اني ما بخلي حدا يضحك علي ابدا، انا بضحك على كل رفقاتي وعائلتي ومستحيل يحس انه يضحكوا علي. بنروح لعند فلسطين فلسطينيه وافتخر عم بتقول مقفي اكثر صفه بحبها فيني هي اني بحب كل الناس وما بكره حدا. متابعتك من فلسطين تحياتي لكل اهلي بفلسطين. وبتعليق ثاني من عند حلا عم بتقول فيه مقفل القوه الثقه الحنيه. بتمنى طالع تعليقي يا كيوت. بعرف انا كيوت والله ما. وبتعليق من عند دندون عم بتقول فيه كثير حلو الفيديو مقفل اكثر صفه بحبها بحالي اني واثقه من حالي ومتفائله بحبك وبعدها بتمنى تعليقي طلع تعليقي. وبقبل اخر تعليق من عند جي دي ار ما عرفت الاسم بالصح بس عم بقول اكثر صفه بحبها فيني اني مجنونه واذا حدا قاعد معي بجننه معي بتمنى تعليقي تعليقك حلو. وراح امني فقط مقفل باخر تعليق من عند الاسمر متالق عم بيقول اكثر شغله بحبها بحالي اني انا شخصيه وبتمنى تعليقي. صار لي 3 سنين عم حاول اكتب ما عم تعليقي مقفل متابعك من الريف حلب عزاز. اول شيء حبيبي بدي اعتذر منك اذا صار فتره طويله عم تعلق ما تعليقك لانه اسم الله التعليقات كثير 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 كثيره. بالنسبه لبعض اصدقاء في صار من زمان ما عم عالقوا ما في تعليقاتهم بدي اعتذر منهم كثير وانا بقدر محبتهم وبقدر انه هن قد حابين تعليقاتهم معي فان شاء الله كل ما بشوفها بكثر تعليقات اكثر. لكن الفيديو عم بصير طويل كثير بنشر الفيديو على اليوتيوب لما بيكون الفيديو طويل كثير نحن بصير عندنا مشاكل كثير من شركه اليوتيوب فالفيديو ما بكون طويل كثير بحاول قدر الامكان انه اقصره لحتى ما تصير شويه مشاكل. فتعليقات كثيره وما بقدر اطالعهم كلهم فان شاء الله ببقيه حلقات تعليقاتكم كلها تتقطع رح احاول اطالع اكبر عدد ممكن من التعليقات. خليكم عم تنتظروني ان شاء الله بكل الحلقات. وسؤال فقط مقفل حلقه مقبله هو انت او انت انعرض عليكم انكم تغنوا غنيه لكن من كلماتكم اللحن موجود كلياتكم بدكم تكتبوا غنيه وتغنوها انتم كلياتكم حبايب. اكتبوا كلماتنا عندكم ان شاء الله بالحلقه المقبله رح اغني غنيات كل غنيه صاحبه ما رح نطول غنيه ممكن انه سطرين بس او شيء كم كنا متابعين لبعضهم تكون على القافية حسران كلياتكم اكتبوا حبايب رح اغني لكم اياه هون رح نكتب احلى غنيه لافضل شخص بكتبه كلياتكم عم تشاركوا حبايب من باب الضحك فقط فاذا كانت مضحكه ما بيأثر كمان كلياتكم شاركوا حبايب ان شاء الله حلقه مقبله حطوا لي تعليقاتكم انتظروني ان شاء الله بكل جديد اشتركوا بالقناه لانه كثير مهم وان شاء الله نوصل على 200 الف بس على وقت انتظروني بكل جديد تحياتي لكم عباده سلام.